من الأندلس إلى مدريد لكي يقفوا خلف فريقهم في هذه المباراة، ولكي يشجعوا فريقهم في هذه المواجهة، ولكي يتخطوا عقبة الريال في سانتياغو برنابيو في معقل الفريق الملكي، في معقل الميرينجي بوجود الدون والأسماء الكبيرة. بداية جميلة الآن، موراتي يحاول يمر، يتقدم بالجهة اليمنى، يلعب العرضية، الكرة مرت إلى رمي التماس، لا تزال مستمرة. المسجل أمان للاعبي نادي ريال مدريد، كلمة كرة موجودة الآن بالجهة اليمنى، وسط هذه خطيرة إلى غارسيا، سدد حارس المرمى ممتاز، الحارس دييغو لوبيز يمسك بالكرة ويبدأ الآن هجمة لمصلحة نادي ريال مدريد. لاحظ المحاولة والتسديدة، لكن حارس المرمى دييغو لوبيز حاضر في المكان المناسب. يا عيني يا رونالدو، الهدف الأول من خلال هذه الكرة، ضربة حرة مباشرة، أنخيل دي ماريا يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء بالراس، حارس المرمى معاها، لكن الكرة بعد ذلك مرت إلى ركلة أو إلى ضربة مرمى ربما تحضر. الكابتن والقائد سيرجيو راموس هو اللي لعب الكرة الماضية براسه، لاعب أينما تضع يبدع، لاعب يلعب اليوم في الخط الخلفي بجانب بيبي، لكن لاحظ الكرة الملعوبة من ضربة حرة مباشرة لحظة انطلاق الكرة. حكم المباراة يقول بأن سيرجيو راموس كان في موقف تسلل، رحل إيسكو، رحل خواكين، رحلت العديد من الأسماء عن نادي ملقا، لكن لا يزال يقدم المستوى ولا يزال يقدم الأداء الجميل في هذه الأيام. لاحظوا تسديدة رونالدو ركنها ركن، لكن الكرة ترتطم بالعارضة، فرصة خطيرة جدا والعارضة تقف في وجه اللاعب كريستيانو رونالدو. الدون يتمنى بأن يدون أول أهدافه في هذه المباراة ثابتة، ضربة حرة مباشرة، هل يفعلها دي ماريا؟ دي ماريا شالها مواطنة، شالها مواطنة كابايرو، أبعدها إلى ركلة ركنية. نعم تسديدة جميلة من أنخيل دي ماريا، لكن كابايرو الحالة جميلة هذه إلى دي ماريا، دي ماريا مر، دي ماريا يتقدم، دي ماريا بمرارته بسرعته، تسديدة لكنها تعلو العارضة، فيها ضربة مرمى، ضربة مرمى في اللقطة الماضية. هذا هو اللاعب أنخيل دي ماريا، مر وتقدم وتلاعب وسدد في اللقطة الماضية، لكن كرة علت العارضة، فيها ضربة مرمى. الريال نعم يدخل هذه المواجهة وعينه على الانتصار ولا غير ذلك، يبحث عن تقديم المستوى وتقديم الأداء الكبير. لاحظ الكرة الثابتة والتصدي وردات الفعل من قبل حارس المرمى، الحارس كابايرو، لكن إيسكو اللي يلعب إجباره على الحديث باللغة الكتالونية. كرة موجودة الآن إلى دي ماريا، دي ماريا بماريا رونالدو، رونالدو ضاعت 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 ضاعت، رونالدو يهدر فرصة ثانية، لكن الثالثة ربما تكون ثابتة. يدون كريستيانو رونالدو كاد بأن يسجل أول الأهداف، لاحظ تمريرة دي ماريا مررها إلى رونالدو ورونالدو سدد، كرة تمرت بجوار القائم الأيسر، ضربة مرمى أخرى لنادي مالقا، لكن كثر الدق يا مالقا راح يسجل الريال في الدقائق القادمة إن استمرت الأمور بهذه الطريقة. الملكي والميرينجي ربما في طريقة لتسجيل أول الأهداف، لاحظ التسديد أربعة لنادي ريال. إيسكو يغير اتجاه اللعب إلى دي ماريا، دي ماريا هذه أخطر، هذه أخطر، هذه أخطر بالرأس، حارس المرمى يجدها بين يديه، حارس المرمى واقف لحسن حظه في المكان المناسب، لكن فرصة خطيرة جدا. نعم بالرأس كانت حاضرة من موراتا، لاعب يبحث بأن يصنع الفارق وأن يعوض جماهير المالكي بغياب اللاعب بنزيما اللي يعود مرة أخرى إلى الأهداف، يعود مرة أخرى. تحضر من إسبانيا بأن ربما راح يدفع باك أساسي في مباراة البيانكونيري مع نادي جوفانتوس، كرة موجودة هذه خطيرة لكنها مرت إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية موراتا، خطير سريع مهاري، هنا المطالبة بخطأ، اعتراض وامتعاض من قبل لاعبي نادي ملقا، حكم المباراة يا ركلة ركنية على التنفيذ. إيسكو، إيسكو يلعب الكرة الآن عرضية عالية خطيرة، كريستيانو بالرأس، نعم الكرات الهوائية بوجود كريستيانو رونالدو لا يعلى عليه أبدا، كريستيانو رونالدو لعب الكرة الماضية. لاحظوا التدخل اللي كان حاضر من موراتا، حكم المباراة شاهد بأن اللقطة الماضية ما فيها شيء وأمر بمواصلة اللعب، وهنا الاعتراض اللي كان حاضر من ولينغتون ومن أيضا اللاعب خيسوس في الملعب. بالخطأ تعود إلى إيسكو، إيسكو إلى موراتا، إلى إيسكو مرة أخرى، إيسكو مر، إيسكو تقدم، إيسكو إلى موراتا، موراتا يسدد، يا سلام يا سلام يا موراتا، تسديدة جميلة على طريقة كريستيانو رونالدو،
في اللقطة الماضية، لكن حارس المرمى يتصدى في اللقطة الماضية بامتياز ويحرم موراتا من أول الأهداف في هذه اللقطة. وفي هذه الكرة تسديدة جميلة، كوبايرو يقف حتى هذه اللحظة في وجه لاعبي نادي ريال مدريد ويقف ندا للاعبي نادي ريال مدريد. توريس في الجهة اليسرى يلعب عرضية خطيرة، لكن حارس المرمى دييغو لوبيز يخرج في الوقت كابايرو يحرم الريال من العديد من الأهداف في شوط المباراة الأول. حارس مرمى متألق في هذه المباراة، بينما حارس مرمى نادي ريال مدريد دييغو لوبيز هو في راحة تامة. لاحظ كريستيانو من جميع الزوايا يسدد، لاعب خطير جدا بكل الوضعيات، يبحث بأن يضع الفريق الملكي. لوبيز حارس المرمى استغل وأمر بهذه القاعدة، إذا هبت رياحك فاغتنمها. كان المناسب ممتاز، هذا المدافع يقدم أداء كبير. يلا مندي في وسط الملعب، لاعب أيضا ممتع، كرة وصلت الآن إلى إيسكو يمرها إلى مارسيلو عرضية خطيرة بالرأس، لكن يا كابايرو ما الذي يقدم كابايرو في شوط المباراة الأول؟ لاحظ الكرة من مارسيلو بالرأس إلى موراتا بالمكان المناسب. لا كابايرو مش طبيعي اليوم، كابايرو مش طبيعي في هذه المباراة، يتصدى للعديد من اللقطات. لاحظ ردة الفعل، هو محظوظ كابايرو في هذه اللقطة، شالها بطريقة غريبة، لكن في النهاية يحرم نادي ريال مدريد من شوط المباراة الأول. شوط أول ملكي، شوط أول للفريق الميرينجي، قدم أداء كبيرا جدا أمام كابايرو. كابايرو يحرم نادي ريال من العديد من الأهداف، حرم ريال مدريد من التسجيل. يسرى المحاولة مستمرة، ملعوبة لان عرضية خطيرة، هذه إليسو سدد الكرة مرت إلى ضربة مرمى، فرصة خطيرة جدا، قادم أن يسجل الآن نادي مالقا أول الأهداف. الفريق الأندلسي كاد بأن يعاقب ريال مدريد على إهدار الفرص في شوط المباراة الأول، ويسجل أول الأهداف عن طريق اللاعب البرتغالي إليسيو. هدف غائب في شوط المباراة الأول، متعة وحلاوة كرة القدم لم تحضر الخصم قبل أن يمتعوا جماهيرهم في هذه المباراة. كرة فيها رمية تماس وبعد ذلك صافرت نهاية شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تنطلق من قبل حكم اللقاء الحكم غاميز يعلن عن نهاية شوط أول مثير بالنسبة للفريق الملكي، لكن حارس المرمى كابايرو يقف.